Good morning everyone. النهاردة أنا عاملة لكم فيديو قصير جدا عن حاجة كتير سألوني عليها من اللي شافوا الفيديو، إزاي يستخدم زوم على الموبايل أو على اللابتوب. كانت بتواجههم دايما مشكلة في استخدام الزوم على اللابتوب على الموبايل، إن هم مش عارفين يفعلوا خاصية الصوت، أو إن هم الصوت عندهم مش شغال حتى لما بيحطوا هيدسيت أو هاند فري. هندخل على الزوم عشان أفعل الصوت. لو الصوت عندي مش شغال هدخل على الزوم، هدخل على السيتنج، على الميتنج، هلاقي من فوق اوتو كونكت اوديو معمولة اوف كده. هو عمره ما هيعمل كونكت الاوديو لو انت بدأت الميتنج بتاعك على زوم. فلازم اعمل ايه؟ لازم بخرج من بره وادخل على السيتنج زي ما دخلت دلوقتي، وبعدين ادخل على ميتنج، وبعدين هختار خاصية كول اوفر انترنت. كول اوفر انترنت يبقى هو كده على طول ما تدخل تشتغل هتلاقيه عمل كونكت للاوديو. يعني لو دخلنا ميتنج ودخلنا ميتنج كده، هلاقي عندي اول ما ادخل الميتنج زي ما انتم شايفين كده، هلاقي ان عندي بيقول لي جوين اوديو. جوين اوديو عشان انا عندي انا الاوديو مقفول من بره. فانا لما هفعل زي ما احنا شفنا دلوقتي الكول اوفر انترنت، هدخل تاني هلاقيه خلاص عندي اشتغل، هلاقي الساوند اشتغل تلقائي، واقدر ان انا اعمل الميتنج القديم اللي ما كانش متفعل. دلوقتي احنا خلاص فعلناها. لما هعمل ستارت ميتنج